السيدة أم محمد تتفضل. حاجة أم محمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ فضل ونعمة. بس انا هبقى مبسوط حاجه محمد، هبقى مبسوط اكتر لو ان حضرتك توطي التلفزيون شويه وتسمعيني من التليفون. عندي سؤالين. وطي التلفزيون يا ولد. ماشي حاضر كده لو سمحت. زي الفل. ماشي، انا عندي سؤالين حضرتك. يلا يا حاجه محمد. دلوقتي انا عندي ابني تعبان يعني وكان كويس. سامعني حضرتك؟ سامعك. اه مركز. تعب قصدك؟ قصدك تعبان وكان كويس يعني تعب نفسيا يعني؟ انا ابني كان مستشهد في سينا، وبعدين ابني التاني اللي تحت منه تعب وزين عشان اخوه قوي، بقى يمشي مع الناس في الشارع يشرب حاجات وحشه، وبص مضيع الدنيا خالص. وعايزك تدعي له لو سمحت، وربنا يهديه ويشيل منه الحاجات اللي بيشربها دي. طيب انا والساده المشاهدين هندعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح حاله ويطيب خاطره ويخليه في خير حال ويهدهولك، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره ويخلي حاله على احسن حال ان شاء الله. يا رب يخليك يا عم الشيخ. السؤال الثاني يا حاج ام محمد. يا رب، ده عريس والله وزي الفل وكان حلو. هيبقى زي الفل وهيتجوز وهتفرحي بيه ان شاء الله. انا دلوقتي بنتي عامله معاش. طيب. بنتي عامله معاش بتاع اخوها وبتاع ابوها. طيب. دلوقتي جوزها كان تعبان والحمد لله خف يعني، بقول لها رجعي لي المعاش تاني عشان انا تعبانه وعندي بنتي لسه ما اتجوزتش قاعده معايا، وابني اللي هو تعبان ده، بقول لها رجعي المعاش بتاعي تاني. طب اقول لك حاجه يا حاجه ام محمد. اسمعي بس، هي نعم. معنى ان هي عامله المعاش ده وبتاخد المعاش ده معناها ان هي الجواز بتاعها مش رسمي. يا حاجة ام محمد. ما هي المأذون راح تطلعها، المأذون طلعها المأذون. حسب الله. وجواز دلوقتي ما بقاش جواز رسمي صح؟ جوزناها تاني عند المأذون. لا استني بس يا حاجة ام محمد. لا احنا جوزنا ربناها عند المأذون بقى. بس مش موثق صح؟ مش موثق، الورقة مش عليها ختم النسر صح؟ ما طلعتش شهادة صحية ولا عملت تحليل هي وجوزها لحد دلوقتي. يعني هم دلوقتي مش متجوزين رسمي، متجوزين عرفي. لا متجوزين عند المأذون. السنة يعني عند المأذون ردهم لبعض. ردهم لبعض ازاي؟ ازاي؟ استني بس يا حاج محمد، هم ردهم لبعض ازاي؟ وجوازهم رسمي ازاي؟ وبياخدوا وبتاخد المعاش. هتاخد المعاش ازاي وهي اصلا فالجواز اكيد كده مش جواز رسمي بقى. المأذون هو اللي عمل لها كده. طيب انا اقول لك اقول اكلمك يا حاجه ام محمد. يا قلبي بصراحه ده مرار طافح، يعني ما يرضيش ربنا اللي بيحصل ده. يعني ده لو حقيقي يعني ايه اللي حاصل؟ بنتنا العزيزه لو هي وهو بنتنا العزيزه عشان ما حدش يفهم غلط خالص، عملت ايه؟ بيعملوا كده، في ناس كتير بتعمل كده، تروح تطلع عند المأذون عشان تعمل ايه؟ عشان تروح تاخد المعاش اللي هو في الحقيقة مش حقها. ده مش حقها لان هي متزوجة، وعلى فكرة ان هي تروح تطلق نفسها عشان تاخد المعاش ده حرام. ليه طيب؟ لان لا يجوز الانسان ان هو يطلق. الجواز ده حاجة عظيمة قوي، حاجة جليلة، حاجة من أرقى وأعظم الأشياء اللي موجودة في حياة الإنسان. ده من أقدس الحاجات، إحنا اللي جوزنا ربنا، فإحنا بتعدى على حرمة وقدسية الزواج. فيجي حد يروح مطلق وبعد كده يروح متجوز جواز عرفي، أو حتى يكتب ورق عند المأذون والوثيقة والورقة دي ما توثقتش. فأنا بقول لكم أهو، يا هذا الفعل حرام، إن الناس تروح تطلق نفسها عشان تاخد المعاش. لا ما تعملش كده. الجواز ده مش أحد الأسباب المجيزة للطلاق. الناس لما تطلق تطلق عشان تفارق. الطلاق معناه الفراق، فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. ما فيش حاجة اسمها إن احنا نتطلق ونفضل مع بعض. والمأذون اللي يعمل الكلام ده هو آثم أيضا.
المأذون اللي يخلي الناس يكتب للناس ورقة كده ومتوثقش فهو آثم أيضا. طب والحل هو إيه؟ أرجوك يا بنت العزيزة روحي وثقي زواجك، روحي وثقي زواجك لأن هذا المعاش مش من حقك، روحي وثقي زواجك، أنت صاحبة زوج، هذه الدولة تعطي المعاش وتجعل البنات تستحق المعاش التي لسنا من أصحاب الأزواج، وأنت صاحبة زوج، أنت صاحبة زوج، فالمعاش مش من حقك. اتق الله سبحانه وتعالى لأن ده ما يجوش.